عدنا إليكم متتبعي قناة أشكين من قلب مدينة البيضاء وبالتحديد محكمة الاستئناف بمدينة البيضاء. بعد سنة ونصف من المحاكمة الدكتور حسن التزي في ملف المتهم به حول قضايا الاتجار بالبشر وما شبه ذلك وعدة قضايا، فنحن الآن بمدينة الدار البيضاء بالتحديد قرب قاعة 8 من أجل هذه المحاكمة. كما تلاحظون متتبعي قناة أشكين، المحكمة ممتلئة وحضور المحامين، كما أن هناك ليس هناك أي دعوة مرفوعة من طرف أي محامي حول دكتور تاجي من أجل تهم المنسوبة إليه حول التجارة بالبشر واستغلال مال الإحسان العمومي وحول هذا الملف الشائك. فاليوم كما تلاحظون المحكمة ممتلئة جدا وحضور أبناء دكتور التاجي وحضور المحامين. في هذه اللحظات نتواجد دائما بمحكمة الاستئناف قرب قاعة 8 اللي غنتوجهوا لها في هذه اللحظات باش يمكن غنختموا هذا البث. فحضور عدد كبير من المحامين بهذه المحكمة. خليكم معنا متتبعي قناة أشكين باش نقول لكم جميع أطوار هذه المحاكمة. دمتم في رعاية الله، ولنا عودة في نفس الموضوع وغناخذوا كذلك تصريحات من عند المحامي ديال دكتور تازي الشهير المسكيني وعدة محامين إن شاء الله. خليكم معنا متتبعي قناة أشكين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناة أشكين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين. إذا عجبكم المحتوى بارتاجوه مع أصدقائكم، ولمزيد من الأخبار تلشارجوا تطبيق أشكين من بلاي ستور وأب ستور.